قالوا لي وين أغراضي؟ أوكي أعطوني إياهن. مو هلأ. مبسوطة أنت ما؟ عض الإيد اللي ما فيك تكسرها، شو رأيك بهذا الشعار؟ أعطينا يا. وليش لحتى أعطيك يا؟ إيه وقتها أنا كمان بعطيك الثياب والموبايل وبتمسحهم بإيدك. طيب اتفقنا. افتحي سحاب شنطايتك. شنطايتي؟ طبعا. وشو خص؟ شو فكرتوني؟ بس حضرتكن هيك. أنا بس كان بدي أتسلم وأكتر، وقلت من الأول إنه ما بدي مل هون أبداً. والله أنت يلي فكرتنا إنه جايين نهددك. ما سجلنا شيء وما منهدد. استنسال معنا، خلص العقاب. يلا باي. متذكره هذا التيتان؟ ايه لك ايه تذكرته وقت خطبنا انا وياك بخواتم هدول تبع الاغطية، مو هيك؟ بكيتي كتير؟ بكيتي كتير ايه، وانت وقتها رحت جبت الجيتار تبعك فورا، ما كنت رح اسكت غير هيك. ما رح تسكتي؟ علي انا بدي اعترف لك بشغلة. ايه شو هي؟ ما قلت لك ولا مرة، بس بظن ما عاد في شيء يمنعني إني أنا خبرك. طيب إيه؟ كنت ابكي عن قصد أحياناً مشان أنت تعزف لي. بس أنت كنت تعزف بكل الأماكن وما كنت تعزف مشاني أنا، بس صدقني كانت بدايتي بالعزف. بس نحن ما شفنا بداياتك الأولى بالعزف. كان عندي وقتها قوانين صعبة كتير للموسيقى. أي وشو هي هاي القوانين؟ إذا حبيت شي مرة راح أعزف للحن. أوه شكل الأستاذ علي رح يقع بالحب بوقتها، ما رح نكون مع بعض أبداً ورح يعزف للحبيبة ونحن رح ننبسط. بس نطول هذا الشي؟ ما بعرف شي يوم. قلت لي شي يوم. شو هدول؟ شو هدول؟ دخيله أنا. طولان صار هو حبيبي. شكل الأستاذ علي رح يقع بالحب بوقتها، ما رح نكون مع بعض أبداً ورح يعزف للحبيبة ونحن رح ننبسط. بس نطول هذا الشي؟
مساء الخير يا بنت الأمازون. كيف؟ فكرتك اشتقتيلي لهيك اجيت لعندك. ايه عن جد رح موت من الشوق، ما بتتخيل انا شو مشتاقت لك. انتي بتصيري احلى لما تعصبي. ها ولك انت يا براك، انا شو احكي؟ اطلع من غرفتي هلا يلا. اه هاي الغرفه حلوه لاخوك شيء. لك صدقني انت انتهيتها. للاسف انتي بطيئه يا براك. اطلع من غرفتي. لكن قلع، اطلع اطلع. خلاص يا براك، انتي ليش اخذتي موقف؟ انا ما حكيت شيء. يا ربي إذا السما مطرت حز رح تمطر على الكل إلا علي. يا ربي ليش هيك عم بصير معي؟ ليش يا رب؟ رح تحمدي ربك لأنه طلعت بوشك. استناني جايتك. لك يا براك شو عم تعملي؟ يا براك alışkanlıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat isteyince deneyince vazgeçince güzel gereksiz kıskançlıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat tartışınca anlaşınca sarılınca özel. Benzer ilgi alanları yoksa kimin umurunda eninde sonunda hayat acısıyla tatlısıyla paylaşınca güzel komik romantik yanları yoksa kimin umurunda eninde sonunda hayat öpüşünce sevişince hissedince özel.